اسمع كلمات الرب يسوع في مثل الزرع، إنجيل القديس مرقس أصحاح 4 والآيات 18 و19. قال كده: هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، وهموم هذا العالم آدي الباطل، وغرور الغنى آدي الباطل، وشهوات سائر الأشياء هذا الباطل. بالظبط. عمل إيه الباطل؟ رب قال بتخنق. تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. يبقى إذن الحياة الحقيقية هي إنه كلمة الله تنمو في حياتنا، إن نتمسك بكلمة الله، إن أراضينا تكون أراضي جيدة لما تنزل فيها كلمة محبة، كلمة تضحية، كلمة عطاء، كلمة خلاص، تثمر وتكبر. لكن ليه ما حصلش ده؟ لأن الباطل خنقها. يعني كل مرة عايز أعمل علاقة مع ربنا الباطل يسحبني. تليفون من صديق، تليفون من صديقة، أفكار في الطموح الزايد، أفكار في العالم، شهوات العالم، شهوات العالم. فأنا مش قادر، كلمة مش قادرة تنمو في حياتي وتكبر في حياتي. ليه؟ الباطل بيخنقني، الباطل بيخنق. ده يعني حتى لو حبينا نفكر فيها أكثر عمقا، هموم العالم، يعني حتى لو أنت مهموم وعمال تقول يا رب وأجيب منين وحوش عني يا رب، وهموم حواليا من كل ناحية والحياة صعبة، طب يا حبيبي ارفع ايدك للرب لانه عنده قدرة وعنده سلطان. استنى بس، خلينا دلوقتي انا مش فاضي، اصلي امتى واصلي ازاي؟ خلي بس الاول الهموم تروح وصلي. ناس مش واخدة بالها، ناس كتيرة مأجلة، بتقول بس الاقي شغل وابقي الكنيسة، بس تتصلح احوالي وابقى عندي علاقة مع ربنا. فيش احوال هتتصلح. ليه؟ لأن الرب قال اهو هموم العالم، طول ما فيه هموم وانت واقع تحتيها هتفضل الهموم دي تسحب. دعوة لينا ان احنا نيجي كده للرب ونقول له يا رب حول عيني عن الباطل، حول عيني، انا عايز اتمسك بكلامك انت، عايز اصدقك انت واثق فيك انت واتكل عليك انت. ياللي عندك هموم ومحتاج ما تأجلش، تعال النهاردة وما تخليش الهموم تخنق كلمة ربنا في حياتك، وما تخليش الهموم دي باطل، لأن الرب قادر يساعدك على النصرة عليها وحل المشاكل والأزمات. وانت اللي بتفكر في الغنى وغرور الغنى، تعال النهاردة لأن ده باطل أيضا. تعال بره طموحك الزايد وعايز تبني مخازن وتكسر الموجود وتبني غيرها، لانه ده طموح زايد برضو، ده باطل برضو. او شهوات سائر الاشياء، شهوه لبيت او العربيه او لدنيا، كل ده يقول عنه الكتاب باطل. ليه؟ لانك بتاخدك من سلامك، بتاخدك من علاقتك مع ربنا، وبتبعدك عن ربنا، وبتخلي حياتك بلا ثمر وكلمة الله مخنوقة فيه. الباطل ده أو الصعوبات دي لما الواحد بيبص عليها بيبقى صعب عليه أن يخرج براها. فالنهاردة لما أنا بص حواليا ولاقي جبال من الهموم، تيجي النهاردة تتكلم عن ربنا تقول له يا عم بس يعني أنا في إيه وإنت في إيه؟ المشكلة أن طولة معنينا على الجبال دي، طولت معنينا على الجبال دي اللي بيسميها ربنا الباطل، هنفضل الكلمة مخنوقة غرقانين. عشان كده النهاردة أنا بسمع الكلام ده لنفسي وبقول الكلام ده لكل واحد. كاتب المزمور لما قال حول عيناي عن الباطل كانت كلمة خطيرة، لأن لو فضل باصص على الجبال، لو فضل باصص على الرياح، لو فضل باصص على اللي بيضايقوه وعلى المشكلة، هيفضل طول عمره يقول مفيش أمل. لكن كاتب المزمور ابتدى الأمل يدب في حياته لما صلى بالإيمان وقال له رب بقوتك بكلمتك خلي عيني بس أحود شوية، بدل ما أنا باصص على الجبال عمال أقول الله الجبال صعبة قوي، جبال دي ملهاش نهاية، ده أمر ربي. بيقول لك هتفضل تبص على الجبال كتير؟ هتفضل تفتخر بالجبال دي ولا إيه؟
تعال ميل وشك ناحيتي، بس أول ما تيجي عينك عليا هذه الجبال هتنتهي. خليني أصلي الصلاة دي معاكم، والصلاة دي هو اللي صلاها كاتب المزمور، أمل لكل واحد في ضيقة، لكل واحد الباطل هده والباطل خنق الكلمة فيه والباطل كسره وخلاه يأسان من دنيته، أمل جديد بالإيمان كده بصلي كل المشتركين معانا إن في جبال حواليهم عالية وإن كل الضيقات حواليهم من كل ناحية وشايفين يأس من كل مكان، تعالى صلي هذه الصلاة وخلي ربنا يتعامل مع حياتك النهاردة، ودي فرصة لكلمة الله إنها تشيلك من التراب وتشيلك من الموت وتحطك على طريق الحياة. بعد يا رب أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى المكسب، يا رب حول عيني عن النظر إلى الباطل في طريقك أحيني، باسم الرب يسوع.